حياكم الله مشاهدينا في دردشة الليلة. كلنا سمعنا عن عملة بيتكوين وعن تداولها المنتشر في الفترة الأخيرة وخصوصا بين فئة الشباب. بيتكوين هي نظام عملات رقمي أنشئ عام 2009 تقريبا، ولا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية، وانتشرت في الوطن العربي بين الشباب في العامين الماضيين. وكانت قد حذرت ألمانيا على فكرة نهاية العام الماضي من انهيار البيتكوين لأنها في تذبذب دائم، إلى أن فعلا شهدنا انهيار لهذه العملة الرقمية في القيمة السوقية بمقدار 50 مليار دولار في أسبوع واحد فقط الشهر الماضي. الكثير أو الأغلب يقول أن المستقبل للعملات الرقمية وأن العملة الورقية بتفقد قيمتها الشرائية قريبا، وبعض الناس فعلا بدأ بالاستثمار في العمل الرقمية اللي إلى الآن تصل إلى ما يقارب 20 نوع من العمل الرقمية، أشهرهم البيتكوين، الإيثريوم والبيتكوين كاش. الجدير ذكر مشاهدينا أن ليس كل الدول العربية رحبت في العمل الرقمية، بل أنها بعضها رفض السماح بالتداول فيها وحظرها، مثل السعودية ومصر ولبنان، وأيضا حذروا من مخاطرها، خصوصا أن لا تعرف الأمور التي تتداول بها وبشكل غموض جدا تتداول هذه العملة الافتراضية. ومصدر القلق الأول كان لهذه الدول من استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين أو تسهيل عمليات غسيل الأموال ونقلها بين الدول تحت مسمى الاستثمار بمثل هذا النوع من الأدوات، التي لم تلقى بعد رواجاً عاماً أصلاً أو قبولاً رسمياً لدى الجهات الرقابية في الدول الخليجية أو العربية اللي ذكرتها قبل شوي. فكيف يا ترى يرى الناس اليوم العملة الرقمية؟ وهل بتكون بديل فعلاً عن العملة الورقية؟ معلومات أكثر بنعرفها في سياق الحلقة. أول شيء خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم. هو أنا قررت أجمع عملة البيتكوين بالصدفة. أنا ساعات بشتغل على الإنترنت، بصمم مواقع إنترنت، ففي عميل مرة قال لي يعني أنه هو هيبعت لي حسابي عن طريق البيتكوين، فقلت له ماشي يعني. فالموضوع جه بالصدفة. اللي خلاني أحس أن المستقبل لعملة البيتكوين لأن كل حاجة حالياً في العصر اللي احنا فيه بتتجه نحو العالم الرقمي، وبالتالي يعني اكيد الفلوس هيجي عليها يوم من الايام وهتبقى رقميه. يا كمان الاستثمار حاليا في عمله البيتكوين محتاج راس مال كبير، فلو سعرها ارتفع 1000 ضعف مثلا، بقت ب 20 مليون دولار، ساعتها ممكن احقق جزء مثلا من اللي انا بحلم بيه، يبقى عندي شركه بزنس خاص بيا في دول زي المانيا وروسيا، استخدم البيتكوين بشكل طبيعي جدا ومفيش اي مشكله، لان هي طبعا ليها يعني فوائد كتيره جدا يعني. فاحنا دايما نحاول نبص على الفايده اللي جايه من وراء الشيء قبل ما نبص على اضرارها، لان الاضرار بتبقى يعني بسيطه بالنسبه للمنافع اللي ممكن تعود من حاجه زي كده. طبعا مفيش قانون عندنا في مصر بيجرم استخدام عمله البيتكوين سواء بيع او شراء. في حال وجود قانون طبعا همتنع عن استخدامها فورا. إذا مشاهدينا، من بعد هذا التقرير بنتقل للأرى، ولكن قبل ذلك أحب أعيد كل من يحتفل بالمولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. لارا مساك الله بالخير ونعيما. مساء الخير نور، وشكرا لك، وأهلا بكل المتابعين. من تعليقاتكم على فيسبوك اخترنا رأي عاصم حواطة اللي بيقول: استثمرت عام 2011 واليوم حققت أرباحا كبيرة، كنت خائفا في البداية إلا أنني كنت على ثقة بأن المستقبل للعملة الإلكترونية. أما نهلة عواد فتقول: كثير من الغموض يلف العملة الإلكترونية، لماذا أطلقوها ولماذا حاربتها الدول ولماذا يتم التداول بها؟ لا يتم التداول بها، ويتم التداول فيها فقط على الإنترنت السوداء في الإتجار بالبشر والأطفال والمخدرات والسلاح، يعني كيف يجب أن أثق بها؟ أما نور العتيبي فلعندها رأي مختلف، تقول: المستقبل للعملة الإلكترونية، كل حياتنا ستصبح إلكترونية، وحتى هويتنا وجواز سفرنا سيكون عبارة عن باركود على معصم يدنا، وعند الله العلم طبعا.
وأخيرا رأي فرح محجوب التي تقول استثمرت في بيتكوين وتكلفت كثيرا لإنشاء محفظة إلكترونية آمنة، للآن ليس استثمارا آمن، أتحدث عن تجربتي الشخصية. نور، هاي كانت بعض التعليقات، عودي لعندك ولعند ضيوفك وبرجع بشوفكم بفقرة الأكثر تداولا. شكرا لارا، وأصلح المعلومة، هو يصادف طبعا الإسراء والمعراج، قبل شوي سويت بوست على تويتر وأنا روحي غلط، فأعتذر للمشاهدين. مشاهدينا بعد الفاصل معنا ضيوف حلقة الليلة، خلوكم معنا. حياكم الله مشاهدينا، وقبل ما أرحب بضيوفي بنشوف القسم الأول من آراء الشارع العربي عن عملة بيتكوين، وراجعين لكم. مكان العملة الورقية لا ما بعتقد، بس هي ممكن من ناحية إلكترونية، يعني الخدمات إلكترونية ممكن تستخدم فيها. هي ممكن إنها تحل، بس صعب هلأ جداً جداً، ولسه لقدام يعني بدها فترة طويلة يعني لحتى تحل محل العمل الورقية. هو يحل مكان الورق يعني دلوقتي أو في الفترة دي، ممكن قدام يعني بعد 10 سنين 20 سنة ممكن، يعني على حسب اللي قريته انه انت هتبقى ليها تعاملات اكتر بعد كده، يعني في الوقت الجاي هو انا مش هشيلها في شنطتي، هي عملة عن طريق البورصة، فهي دي اللي انا اعرفه، انا مش هبقى شايلها في شنطتي، بس هتحل يعني. شايف انها هتحل محل عملة ورقية، بس هيحصل فيها طبعا يعني هيحصل مشكلات كبيرة جدا لان الانترنت مش مضمون. لطالما إشي مجهول ما أعتقد إنه الإنسان ممكن يتعامل معها. هو حالياً ما بعرف، بس ممكن في المستقبل إنه يجبرونا عليها ويجبرنا نثق فيها يعني نكمل حياتنا. ما أعتقدش الصراحة، يعني مش أكيد مش هثق في حاجة أنا مش لمسها بإيدي وأنا مش شايفها، يعني الا بقى لو انا عايز عندي فلوس كتير وعايز اضيعها. هو نوعا ما لا، عشان يعني من الاخر انا مش هضيع فلوسي على عمله زي دي انا ما اقدرش اثق فيها او ما اعرفش بمعنى يعني بمعنى اللي انا اقدر اشتري بيها كل حاجه. لا كراجل لا، انا احب امسك فلوسي ايديا. اكيد في احنا دلوقتي وايميل وبروفايل بس وبيتهكر وكل الناس ممكن تدخل تشوف يعني اي حد، ده سهل جدا ان هو تامي. ممكن مع المستقبل اثق، حاليا لسه ما وثقتش. ومشاهدينا من آراء الشارع أرجع إلى ضيوفي في الاستوديو وأرحب فيهم، خبير أسواق المال ورئيس قسم الأبحاث في أسواق المال عبد العظيم الأموي، والخبير الاقتصادي علي الحمودي، والصحفي المختص بالاقتصاد والبورصة حسام عبد النبي. حياكم الله في دردشتاق. مرحبا. السؤال الأول اللي أعتقد الكثير من المشاهدين قاعدين يسألونه، هل بيتكوين والعملات الإلكترونية هي فعلا بديل حقيقي للعملة الورقية؟ في الوقت الحالي أنا في رأيي لا، يعني اولا بعدم سهوله تداولها. نعم. انا حقيقه ارى صعوبه باني اسال اي واحد هل فعلا قمت بشراء اي سلعه او منتج باستعمال العمله الرقميه، فدائما يكون الجواب لا. سبب شهرتها حقيقة هي الحب في الثراء السريع. السريع بعد هذه التغطية الكبيرة من وسائل الإعلام التي وجدناها من الصيف لحد الآن، وذلك شيء طبيعي عندما يكون أي شيء أي بيتكوين أو غيرها ترتفع من 1000 إلى قرابة 20,000 دولار في 6 شهور، والكلام كان لو تذكر احنا متجهين الى 100,000، فطبعا الكثير للاسف دخل فيها عن عدم درايه. نعم. كافيه. يعني افهم من كلامك حبا في الثراء، وايضا الاعلام تدخل بانه يهول الامور، هل فعلا الاعلام تدخل لانه يهول الامور؟ خليني بس الاول نتكلم في جزئيه اللي هل هتكون بديل للنقود. نعم. لا او لا، احنا ليه دايما بنقارن ان لازم الشيء يبقى ليه بديل؟ نعم. يعني المانع ان الاثنين. نعم. يستمروا مع بعض، يعني. نعم. احنا دايما كنا بنقول التلفزيون هيلغى الراديو، السوشيال ميديا او الصحافه الورقيه او التلفزيون. صحيح. فلا، انا اعتقد ان في المستقبل الاثنين هيبقوا موجودين، والاثنين بيبقى في تنافس قوي منهم، وفي النهايه ده في صالح الاقتصاد العالمي. هذا الكلام لانك جالس في النص ولا انت اوريدي وسطي؟ انا يعني انا مش مع مرحله ان انا دايما لا اما شمال قوي لا اما يمين قوي. نعم. كل شيء فيه مزايا وفيه عيوب، وممكن اتفق مع جوانب وممكن اختلف مع جوانب اخرى. حلو. تمام. طيب الجزئيه الاعلام الترويج الاعلامي. نعم. لان الجزئيه دي بقى اللي بتخصنا تحديدا. صحيح. يعني الإعلام ما بيصنعش الخبر،
الإعلام ممكن يكون بيتابع الخبر. يعني بيضخم الخبر بعد مرات الإعلام؟ لا مش بيضخم الخبر، بس هو كان واقع ملموس إن كان في حالة من الإقبال العالمي بسبب الارتفاعات اللي حصلت للعملات المشفرة، هي دي اللي جذبت الأنظار بما فيها جذبت أنظار الإعلام ذاته، لأن أنت ما تقدرش تتجاهل حدث. نعم. فطالما في حدث أنت ما تقدرش تتجاهله. قد يكون إن الإعلام بدأ يلقي مزيد من الضوء على العملات المشفرة، ناس اعتبرت إن ده نوع من الترويج ليها، بس أنت كإعلامي لازم تغطي أي قضية معينة ممكن بتصار في الشارع العادي. نعم. طيب استاذ عبد العظيم، انا من وجهه نظري اولا يعني لابد انه نعرف يعني العملات المشفره نفسها يعني ايش العلاقه بينها وبين العملات العاديه اللي بنستعملها الان. جميل. بالنسبه بالعوده الى التعريف الرئيسي، اي عمله يجب ان تتوفر فيها شرطين، اللي هي انها تكون ستور اوف فاليو اللي هي مخزن للقيمه، قيمه، وتكون ميديوم اوف اكسشينج بمعنى انها تستطيع انك تتبادل فيها. تتبادل فيها. حتى الان العملات المشفره هي يعني تلعب هذين الدورين في نطاقات قد تكون ضيقه او قد تكون غير معروفه للعامه. فلذلك انا من وجهه نظري انه العملات المشفره والتكنولوجيا القائمه عليها او تحتها هي قادره ان تلعب هذه الادوار مستقبلا، لانه كما نعلم انه التكنولوجيا الان غيرت كل شيء في حياتنا الا المال، والان انا من وجهه نظري انه اتى الدور لكي يتغير المال ليتواءم مع التكنولوجيا. هنالك كثير من التحديات تواجه المشرعين، المتداولين، حتى صناع السياسه النقديه وغيرهم، فبالتالي ربما تكون هنالك حاجه كبيره في المستقبل القريب الى ان تظهر اسيتس تتواءم مع هذا التطور التكنولوجي. نعم. فالبيتكوين والبلوك تشين هي مطروحه الان لكي تلعب هذا الدور. جميل. اما مدى يعني نجاح او عدم نجاح هذا متروك لي للوقت وللاقبال والادوبشن والتبني من قبل المستهلكين ومن قبل الاسواق بشكل عام. حلو. طيب استاذ علي، يعني كخبير اقتصادي انت اول ما قالوا بيتكوين وهي عمله بتتداول رقميا، هل هي حقيقه ولا وهم خلينا نقول للمتعامل العادي؟ يعني انتم كخبراء تشوفها بطريقه جدا مختلفه عن الشخص اللي بيستثمر او بيتداولها بهذه العمله. لا يعني مثل ما تفضل خالد العظيم، التكنولوجيا التي انشات في او هي عماد البيتكوين هذه تتطور وكانت موجوده، وحقيقه احنا كثير ما نستعملها في حياتنا اليوميه، يعني هي البلوك تشين والكريبتو نحن نستخدمها، بس يعني ببسط لك سؤال اكثر، انا كشخص طبيعي اليوم او عادي بدأت استخدم الكريدت كارد ككريدت كارد بطاقة ائتمانية من 4 سنين وهي من زمان مستخدمة. نحن نخاف يمكن كبشر أو بطبيعتنا حتى كعرب بشكل عام أنه لأنه هو شيء غير محسوس غير ملموس. أنا هاي اللي يمكن المعضلة اللي ما زالت موجودة. بالتأكيد بالتأكيد. فهي البلوك تشين والكريبترولوجي أو يعني التكنولوجيا التشفير. نعم. هذه إحنا نستعملها يوميا، الواي فاي في كريبتولوجي. نعم. الكريدت كارد اللي تفضلت فيه وكيفية تدفع أونلاين، هذه كلها تتضمن وهذه تطورت خلال السنين الماضية، فأصبحت العملة الرقمية جزء من هذا التطور. نعم واجهت مشاكل أمنية، كثير من الاكسشينجز يعني تم اختراقها، وكثير من المحافظ ايضا سهل ان يتم اختراقها وبسهل خسارتها يعني. نعم. يعني نسمع الكثير انه تسرق اللابتوب تبعه عليه مثلا $60,000 worth of bitcoins، خلاص راحت عليه. فهذه المخاطر يجب ان يدركها الذي يريد ان يستثمر في ولازم ايضا يسال نفس السؤال، انا اذا استثمر على المدى المتوسط او كما ذكرت في البدايه اريد الثراء العاجل السريع بس اللي يجي بسرعه يروح بسرعه ولا لا؟ بالتاكيد. فهذا هي المخاطر، لذلك انا اقول اذا حبيت ان تستثمر وفعلا ما زلت معتقد انه حتوصل لل 100,000 استثمر ما ممكن ان تخسره من غير ما تبيع العنزات والدجاجات وتحطها كلها في هذا الاستثمار. نعم. الأخ اللي في التقرير قال أن الاستثمار في البيتكوين أو في العملات الرقمية اليوم يتطلب رأس مال كبير، أنت كخبير في الأسواق المالية أستاذ عبد العظيم، هل فعلا هذه حقيقة ولا بالغ شوي في الموضوع؟ والله يا أخي شوف، أنا يعني أتوقع أنه يعني موضوع الاستثمار في العملات المشفرة حتى الآن هو أنا لا أتوقع أنه بالغ، ولكن يعني ربما يكون غير مدرك للمخاطر بدرجة. نعم. كبيرة. وكما ذكر الأستاذ علي في أنه نحن لابد انه يعني ننوه وننبه الساده المشاهدين انه هذا النوع من الاستثمار هو استثمار عالي المخاطر لكثير من المشاكل اللي فيه، وينطبق عليه او تنطبق عليه ما تنطبق على الاصول الماليه الاخرى، باعتبار انه انت لابد ان تنتبه لانك تتداول بمال انت مستعد لخسارته، كما هذه هي النصيحه الذهبيه في الاسواق الماليه بشكل عام. ولكن بالعوده الى هذا الامر، انا في نقطه مهمه جدا ربما فات علي ان اذكرها في موضوع العملات المشفره. العملات المشفره كابتكار تكنولوجي اتت لتعالج مشكلتين في النظام القديم، لانه
أي تكنولوجيا لابد أن تأتي لتعالج مشكلة ولتطرح تطور كبير. بالنسبة للعملات المشفرة أتت لتعالج مشكلتين. المشكلة الأولى هي الأوفر سبلاي. أنا عندما أقول أوفر سبلاي بمعنى النظام النقدي عندنا والكتلة النقدية، إذا أخذناها مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، الكتلة النقدية تضاعفت أو زادت 50 ضعف خلال من 1959، مما يعني أنه لا يوجد سقف لزيادة الكتلة النقدية. الكتلة النقدية الآن في أمريكا حوالي 13 تريليون دولار في السيركل. فالبيتكوين والبلوكتشين أتت لي تضع كاب لهذا الأمر. النقطة الثانية هي الدبل سبيندينج، أو بمعنى أنك تصرف نفس العملة بشكل متكرر، وهي صورة من صور تزوير العملات الثانية. هذه عالجتها البلوكتشين والتكنولوجيا التي تقف خلفها بدرجة كبيرة. فبالتالي هو ابتكار تكنولوجي يعني غير مسبوق، وبعد الإنترنت هي أكبر ابتكار تكنولوجي بالنسبه للبلوكتشين. نعم. اسمح لي بس انا عايز اوضح جزئيه، يا ريت لا اكيد انا اسمح لك، انا ما انتظرك تتكلم بالعكس. يا ريت نفرق بس المشاهد يفرق ما بين العملات الرقميه والبيتكوين. نعم. لان مفهوم العملات الرقميه اكبر بكثير من البيتكوين. بس هل هي البيتكوين داخل العملات الرقميه؟ هي من ضمن العملات الرقميه، بس في اجيال جديده من العملات الرقميه بتظهر بتحاول تعالج مشاكل اللي كانت موجوده في العملات الرقميه التقليديه بما فيها البيتكوين. بعدد من الدول بدأت تطرح عملات رقمية مضمونة بأصول. فنزويلا مثلا أطلقت عملة مضمونة بالبترول. في الإمارات أعتقد عملات في الأسابيع الأسبوع اللي جاي ده هيبقى عملات مضمونة بالماس. يعني هي بس الشهرة، الناس دايما ربطت ما بين البيتكوين والعملات الرقمية لأن هي أول عملة رقمية ظهرت وأكثرها شهرة. فلكن الاختلاف مفهوم العملات الرقمية ده مستمر. شكل العملات الرقمية في المستقبل هو ده اللي عليه الخلاف. يعني ممكن المستقبل يحمل عملة رقمية مختلفة تماما عن العملات اللي موجودة حاليا، بتبقى أكثر تنظيما، بتبقى أكثر رقابة من البنوك المركزية. نعم. بتعالج المشاكل الموجودة في العملات الحالية، لكن مش شرط تكون هي عملة البيتكوين. نعم. طب خلينا نحن في العملات الرقمية، خلاص ما بنعطي حصرا للبيتكوين. أستاذ علي، في العملات الرقمية، يعني العملة الورقية أو العملة النقدية تأخذ قيمتها من وين؟ من البنك المركزي، من سبائك الذهب؟ اليوم خلينا نقول العملة الرقمية من وين تستمد قوتها؟ هي هاي مشكلة العملات الرقمية. حبيت كلمة مشكلتها. فعلا، لأن هي هذه ليس لها القيمة الجوهرية. نعم. نسميها قيمة جوهرية. نعم. مثل ما تفضلت العملات دولار، من فينا لا يعرف الدولار؟ كافي بس السمعة، كافي بس السمعة وغيرها من العملات القوية تستمد قوتها من قوة اقتصاد البلد الذي يصدر هذه العملة. نعم. ومن الجي دي بي، من الناتج الإجمالي، القومي. نعم. أو المحلي لهذه الدولة. البيتكوين والعملات الرقمية ليس لها هذا الشيء، ليس لها هذا السند. لذلك الآن كما تفضل الأستاذ تتجه بعض الهيئات أو الدول أن تنتج، لأن في النهاية احنا العملات الرقمية وجدت لتبقى، لن تنتهي، ولكن كيفية التعامل معها وتنظيمها، لأن في النهاية البنوك المركزية لن تسمح. يعني خلينا بس نذكر أنه شهرة البيتكوين ب 2011 كان السبب الرئيسي هو منع السلطات الأمريكية مثلا وباي بال وغيرها من وسائل تحويل الأموال إلى جمع التبرعات لويكيليكس، لو تذكرون. صحيح. فالكل اتجه إلى بيتكوين لأن ليس لها، لا ترجع إلى بنك مركزي أو سلطة مركزية تكلير كل هذه الترانزاكشن. فالآن الاتجاه أنا في رأيي سوف المزيد من الرقابة، المزيد من الريجوليشن على هذه العملة اللي تعطيها هذه المصداقية اللي تفضلت عليها وهذا الانترنسيك فاليو أو هذه القيمة الجوهرية. وممكن نرى أحد البنوك الكبرى أو البنوك المركزية الكبرى يصدر عملته وتكون أيضا مقومة. نعم. سمعنا أيضا أخبار عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستسن أيضا تشريعات، هل في حد منكم ملم في هذه التشريعات اللي بتصدر قريبا أعتقد أو صدرت؟ هل هي صدرت؟ لا، هو اللي أعلن في الإمارات أنها يصدروا عملة رقمية مشتركة مع السعودية. نعم. تبقى عملة لتسوية المعاملات المالية ما بين الدولتين. الدولتين، لكن لحد الآن ما زالت التحذيرات تصدر بشكل رسمي من المصرف المركزي بعدم التعامل بالعملات المشفرة. صحيح. ما زالت العملات المشفرة محظورة من في التعامل في القطاع المصرفي بشكل عام. نعم. ما زالت حتى بعض البنوك بدأت تلغي الشراء العملات المشفرة، خصوصا في السعودية كانت من أوائل الدول العربية اللي عرضت العملة الرقمية والتداول بالضبط فيها. نعم. أنا عندي تعقيب أستاذ نور بالنسبة في السؤال الخاص بالقيمة. نعم. يعني من الذي يحدد القيمة؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه إحنا الآن أنت في سؤال أخذت الذهب كمعيار،
الذهب يعني أنا في من وجهة نظري الذهب قبل مثلاً 5000 سنة كان ليست له قيمة، القيمة هي المجتمع أو ما يسمى بالكونسنسس هو الذي يأتي ويصنع هذه القيمة. الذهب أنا يعني أضرب به مثال لأنه مثلاً الذهب في بدايته أعطي القيمة فقط لاعتقاد سائد في ذلك الزمان إنه الذهب هو جزء من جلد الآلهة في السابق. نعم. وكانت مثلا يعني كان عند في سطح التربه كانت اشعه الشمس تضرب عليه وهذه اللمعه للذهب هو الذي جعل منه قيمه، ولكن اذا نظرنا الى الذهب هو معدن مثله مثل كل معدن. فلذلك انا من وجهه نظري انه هنالك ارتباط مهم جدا في مساله القيمه. الكونسنسس هو الذي يعطي القيمه، اجماع الناس وموافقتهم على استعمال هذه الاداه هو الذي يعطي هذه القيمه. هذا من 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 يعني ما علي استشف من كلامك ان في المستقبل قد يكون القريب او البعيد الناس بتعطي قيمه لي. نعم بدرجه كبيره. واذا اخذنا مثلا حتى النظام الذي نتحدث عنه الان وهو الذي يشرع وهو الذي يصنع هذه التشريعات. نعم. هذا النظام عمره 400 عام. قبل 400 عام قبل بنك انجلترا المركزي ما يصدر الجنيه الاسترليني لم تكن هنالك مركزيه بهذه الحاله التي نشاهدها الان. فبالتالي انا من وجهه نظري انه حتى الان البنوك المركزيه لديها معضله في عدم قدرتها على التعامل مع هذه التكنولوجيا لانها تكنولوجيا لا مركزيه. نعم. في السابق احنا عندك الان اذا كان هنالك جهه مركزيه تستطيع ان تضبط هذه التشريعات في العملات المشفره والبيتكوين لا يوجد مركز، هذه تكنولوجيا لا مركزيه، فمن الصعب حتى التشريعات التي تاتي يمكن ان تضبط التشريعات. انا اتفق مع الاستاذ علي في انه التشريعات ضروريه لمنع الانشطه الاجراميه لاستخدام هذه التكنولوجيا. جميل. كما حدث مثلا في كوريا الجنوبيه قبل شهر حددت انه لابد انه كل المتعاملين بحسابات العملات المشفرة أن يكون معلوماتهم لدى السلطات بصورة معروفة وأرصدتهم معروفة لموضوع الضرائب وغيره. نعم. أستاذ حسام عندك كان تعليق. التنظيم يعني يجب نفرق ما بين جزئية التنظيم وما بين الرقابة. نعم. تنظيم العملات المشفرة لا يعني الرقابة عليها. تنظيم التنظيم إن أنا يعني ميزة العملات المشفرة اللي هي بتتغلب على القيود اللي موجودة في العالم في حركة الأموال. القيمة اللي بتكتسبها العملات المشفرة أنا أعتقد إن هي بتيجي من القيود المفروض على النظام المالي العالمي. نعم. فده بيخلي العالم يتوجه نحو إزالة القيود، فيمكن الإقبال بيجي من على العملات المشفرة من القيود المفروض على العملات التقليدية وحركة الأموال. يعني ده التوجه العالم كله بيتجه للتحرر الاقتصادي، فيمكن ده سبب رئيسي من الإقبال على العملات المشفرة. بس بختلف مع أخي العزيز عبد الرزيم إن الذهب يمكن القيمة جت من ندرة. نعم. وجزئية الندرة يمكن مش موجودة في العملات المشفرة في الوقت الحالي، يعني الذهب اكتسب قيمته من ندرته. فالندرة هي اللي ادته قيمة، لكن العملات المشفرة في الوقت الحالي في طوفان من العملات المشفرة. تعرف في نقطة مهمة جدا ذكرتني الندرة. البيتكوين أيضا نادر جدا. البيتكوين كان نظام إصدار بس العملات المشفرة بشكل عام. لا بتكلم عن البيتكوين يعني الآن احنا بنتكلم بنطلق على البيتكوين هي ديجيتال جولد باعتبار انه البيتكوين الآن هو الكابل لإصدار 21 مليون حبة. تمام. الآن العالم فيه تقريبا صحيح. 16900 مليون. أوكي. بمعنى انه احنا سيأتي علينا وقت انه لا يوجد بيتكوين فيه بس في بدائل من عملات اخرى، هي دي الفكرة. يعني مش هناك احد شو اسمه اذا حنتكلم عن مخاطر البيتكوين انه 60% تقريبا من البيتكوين الموجودة حاليا يملكها اشخاص معينين، يعني هذه أيوة. ايضا يعني تسميها باب احتكار او باب. نعم. كذا يعني ما زال هناك في شله معينه محتكره ولكن في النهايه الانترنسك فاليو او القيمه الجوهريه نرجع لها، يعني حتى بالاشاره الى الجنيه الاسترليني قبل اسمى استرليني لانه كان يمثل رطل من الفضه الاسترلينج سيلفر. نعم. كما تسمى. شكرا على المعلومه لانه اول مره اسمع هذه المعلومه. نعم. الجميله الجنيه الاسترليني. نعم. لانه كان اللي هي هذه النقيه الفضه النقيه الاسترلينج سيلفر. طب شو اللي أثر على خلينا نقول على التداول يعني ارتفاع قيمة البيتكوين العملة الرقمية عشان ما تقول البيتكوين هو الأندر وال شو اللي أثر في تداولها في السوق؟ متى ترتفع تنزل حسب شو؟ حتى الآن مثلا لا توجد فنديمنتال واضحة نقدر نحكم بها. نعم. هذه الحركة لأسباب كثيرة، السيولة حجمها الآن جدا منخفض، يعني قبل الاستوديو كل العملات المشفرة لا تجاوز 315 مليار دولار. إذا أخذت الذهب فقط حجم الفوليوم في الحساب 8 تريليون دولار، فلذلك ضعف السيوله يجعل انه الفولاتيليتي والتذبذب عالي جدا جدا. نعم. يعني اي كاش اوت من محافظ كبيره يمكن ان يضغط. هذا عشان شيء حذرت المانيا العام الماضي من ان. نعم. لان العمله متذبذبه جدا ممكن يصير فيها انخفاض وصار الانخفاض. اضافه لنقطه اخرى استاذ نور انه مثلا في ديسمبر اطلقت السي ام اي شيكاغو ميركانتايل اكسشينج اطلقت يعني عقود فيوتشرز. نعم. بالنسبه للبيتكوين الاكسبيريشن ديت لهذه الفيوتشر كان في مارس، بمعنى انه اذا كان هنالك عمليات تسييل كبيره السيستم السيوله فيه ضعيفه سنشهد هذا التذبذب. التذبذب الذي يحدث الان
الناس ربما تكون منتبهة للعملات المشفرة في 2017، لكن نفس الأمر هذا حدث في 2011 2013 2015 و2018، بمعنى أنه التذبذب بأكثر من 60% أمر طبيعي جدا في بالنسبة للبيتكوين والعملات المشفرة. أنا بس في جزئية القيمة أعتقد أن الجزء العامل الرئيسي المحرك لأسعار العملات المشفرة أي أخبار إيجابية أو سلبية تتعلق بالاعتراف العالمي بالعملات المشفرة. في بعض الأوقات كان في تصريحات مثلا في وقت من الأوقات عن البنك الدولي أن احنا ممكن ندرس آلية العملات المشفرة، فالناس اعتقدت ان ده نوع من الاعتراف بالعملات المشفره، فبالتالي زاد الطلب عليها. فالعرض والطلب بيعتمد على الاخبار اللي بتتعلق بقبول او رفض العملات المشفره. حين بعض البنوك حظرت التعامل بالعملات المشفره حصل زياده في المعروض ونزول في الاسعار. لما بيطلع خبر ايجابي عن العملات المشفره، لان هي مشكله العملات المشفره الرئيسيه ان العالم الى الان ما زال غير معترف بها بشكل رسمي في القنوات الشرعيه داخل الجهاز المصرفي او داخل الحكومات نفسها. فكل خبر بيتعلق بقبولها بقبولها في التعاملات الرسميه بيؤدي لارتفاع السعر، كل خبر العكس بيؤدي لهبوطها. نعم طيب تبقى هذه هي مشكلتها، هي التذبذبات الطويل الكبيره، لانه لو وصفناها او البعض ممكن ان يصفها بحافظ للثروه او للقيمه، حافظ القيمه لا يتصرف هكذا، يعني حافظ القيمه اذا كان ذهب او اي معدن ثمين لا يتصرف بهذه التذبذبات 10% و7% و6% يوميا. اليوم نصحى نلاقي 8000 باكر نلاقي 6000. طيب الى متى تتوقع هذه التذبذبات ان تتم موجوده في السوق في سوق الى مثل ما تفضل الى ان يعني يكون هناك استقرار بالرقابه واستقرار بالتنظيمات لهذه العملات الرقميه، او ممكن لا نستبعد يعني ايضا المشاهد يجب ممكن ان تنتهي تماما كاسماء وتستبدل بعملات ثانيه تكون مدعومه ببنوك مركزيه. في تنبؤات ان مثلا البيتكوين يختفي ويطلع مكانه شيء اسمه ربيل. الريبل العملة موجودة حاليا في الوقت الحالي، بس وهي يتوقع هي تكون الاختلاف ما بين الريبل او اللي مخلي فيه اقبال اكتر على الريبل او توقعات متفائلة اكتر حوالين عملة الريبل، ان هي بعض المؤسسات المالية بدأت تقبلها في المعاملات، تسوية المعاملات ما بين البنوك. نعم. في القطاع المالي يعني، فالاعتراف ده مخلي عملة الريبل نسبيا في نوع من التفاؤل حوالين مستقبلها، او ان هي اخذت شكل من الشرعية، رغم ان الجماعه يعني انا حضرت لقاء مع مجموعه من اللي اطلقوا العملات الرقميه في امريكا، كان موجودين هنا في القمه الحكوميه في دبي. لما تستمع للفريق ده هتلاقي راي منحاز ومنحاز بشده للعملات الرقميه ومستقبلها، وشايف ان العالم اللي مش شايف العملات الرقميه ده مش شايف المستقبل. لكن وهم معتقدين كمان ان عمله الريبل مش عمله رقميه. نعم. يعني معتبرينها زي شهادات ايداع او شكل اخر من الادوات الماليه، صكوك ايداع يعني، اللي هي مختلفه عن العملات. نعم. الرقميه لانها بتقبل في المعاملات الماليه ما بين البنوك يعني. نعم يعني احنا بشكل عام نحن كبشر طبيعتنا اول ما نشوف شيء نخاف منه ونبغي لنا وقت عشان نصدق فيه، ولكن كل التوقعات ان تشير الى ان في ناس تتداول كثير في البيتكوين او خلينا نقول العمله الرقميه، ولكن في نفس الوقت ناس خايفه كثير انها تتداول لان الخساره اللي صارت في الشهر الماضي، في ناس كثير خسروا منهم. انا نفسي اعرف ان شاب ساكن هنا معنا في الامارات انه خسر ايضا مبلغ وقدره في هذا الشيء. نحن ما زلنا مكملين معاكم، ولكن حاليا بننتقل عشان مشاهدينا نشوف معاكم الحين الجزء الثاني من اراء الشارع العربي حول ايضا البيتكوين. خلوكم معنا بعد الفاصل الاخباري السريع، مشاهدينا مكملين. إذن رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية ومع ضيوفي الثلاثة اللي الحوار حامي بينهم. يعني كيف ممكن نحصل البيتكوين اليوم؟ يعني كيف ممكن تحصيل البيتكوين خلينا نقول؟ طيب أنا في من وجهة نظري أيضا يعني تحصيل البيتكوين سهل جدا، يعني في طرق متعددة، إما إنه تكون أنت معدن التعدين اللي هو المايننج وجزء من الإيكو سيستم الخاص بالبيتكوين، أو تشتري وتبيع في البورصات اللي هي الماركت بليس. نعم. أو تشتري وتبيع أو تشتري من شخص لديه بيتكوين عن بطريقة مباشرة اسمها البير تو بير يعني سيستم.
فهذه هي الطرق الثلاثة التي يمكن أن تتحصل. إضافة رابعة إنه إذا كان أنت عندك سلعة أو خدمة يمكن أن تقدمها وتتحصل مقابلها على بيتكوين، هذه هي الطرق التي يمكن أن تتحصل عن طريقها أو بها عن للبيتكوين. حلو. أنا أعتقد إن في صعوبة في الحصول على البيتكوين في الوقت الحالي، خصوصا يعني هو في نعم بالفعل في ممكن تتحصل عليها من خلال الشراء عبر المنصات الإلكترونية الموجودة في الإنترنت، ودي متاحة لأي حد في العالم، بس الصعوبة بتتمثل إن في بعض المنصات المزورة أو المحتالة. نعم. ففي منصات كتيرة محتالة، بالإضافة لأن في جزئية حظر التعامل في العملات المشفرة في البنوك، يعني الشراء عادة ممكن يبقى عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق بطاقة الائتمان، فالاثنين محظورين في عدد كبير من الدول، حتى بنوك عالمية زي سيتي بنك حظرت شراء العملات المشفرة من خلال البطاقات الائتمانية. فالصعوبة بتيجي مش أنك أنت تتحصل عليها، المنصات موجودة بس طريقة تحويل الأموال هذه اللي فيها صعوبة. حلو. طيب استاذ علي، يعني هل بيكون دائما في تفوق لعمله على عمله اخرى في العالم الرقمي، خلينا نقول في العملات الرقميه، ان واحده تربح والثانيه تخسر مثل سوق البورصه العادي، ولا الوضع قد يختلف مع العملات الرقميه في هذا الشيء؟ يعني سوفر احنا لقينا انه العملات تمشي مع بعض، يعني عندما يرتفع العملات الرقميه، يعني عندما يرتفعون سواء، وعندما ينخفضون يعني الكل ينخفض. كما ذكرنا في البدايه كلما يكثر الكلام عن زياده الرقابه عليهم او حظرهم من دوله ما خاصه الدول الكبيره، او قصص انه صعوبه الاستعمال، يعني سمعنا مثلا انه حتى الذين باعوا فعلا اشتروا بيتكوين لما كان رخيص ومن ثم كاشت اوت عندما وصل فوق 10,000، فرادوا أن يستفادوا، مثل وهذه قصة حقيقية في بريطانيا مثلا، رادوا أن المكاسب يحطوها كتأمين أو ديبوزيت لشراء منزل مثلا. البنوك رفضت هذا الشيء لأنه من أين لك هذا؟ يعني لازم الكي واي سي واعرف عميلك ومن أين مصدر الدخل، لم يعني يتم قبوله، فحتى الاستفادة منها تلاقي بعض المخاطر والصعوبات إلى الآن. طيب إذا بنقول نحن، من يضمن أن هذه العملة الرقمية آمنة اليوم، أن ما تدخل ضمن غسيل الأموال، ضمن الإتجار بالبشر، تجارة الأسلحة، كيف نعرف أن هذه العملة الرقمية آمنة ونحن نقدر نتداول فيها؟ لأن مصادر تداول العملات، هذا هو السؤال، أو خلينا نقول بين قوسين اللي يطرحونه بعض الدول اللي رفضت أن هذه العملة يتداول بها في دولتها، غير آمنة يعني لا أحد يعرف، يعني لذلك هي تحارب، وإنما لذلك نرى هذه التحذيرات من صناع القرار ومن البنوك المركزية ومن كبرى البنوك خاصة في الولايات المتحدة، أنه عرضة للاستعمال السيء من كما اللي تفضلت فيهم، إذا كانت تجار بشر، مخدرات أو ما شابه ذلك. نعم. توي بسألك أنت كصحفي، شو شفت من خلال الأبحاث اللي سويتها عن هذا الموضوع؟ تمام. هو بس الاختلاف في جزئية إن إحنا لما اخترعنا السيارة، لو السيارة عملت حادثة مش معنى كده العيب في السيارة. الإنترنت أول ما ظهر للعالم كان بيتم استخدامه في طريقة غير شرعية أو بأسلوب ضار، كلنا فاهمينه يعني. لكن مع الوقت التجربة صححت نفسها وأثبت الإنترنت فوائده. نفس الأمر ينطبق على العملات المشفرة، فعلا هي بالفعل قد تستخدم في غسيل الأموال، قد تستخدم في البلاك إنترنت أو مثل الكاش، على حال الكاش بالضبط يعني. لكن لو إحنا حسبنا حجم المعاملات اللي بتتم في الكاش غير الشرعية، هنلاقيها أكبر بكتير جدا من حجم المعاملات غير الشرعية اللي بتتم عن طريق العملات المشفرة. نعم. فالعيب مش في العملات المشفرة، يعني العيب في الاستخدام. طيب يعني بالعربي البسيط، هل مثلا في اليوم أن خلينا نقول بيتكوين أسهم في تداول المياه، أسهم في تداول الذهب، هل موجود هذا الشيء أصلا ولا حيوجد في المستقبل؟ أن يكون في قوائم معينة أو أنواع معينة للتداول في العملات الرقمية؟ شوف، انا وجهه نظري انه يعني العملات المشفره ايضا يجب ان يعني نفسر او نفرق بيناتها. نعم. العملات المشفره في ما يسمى باليوتيليتي توكنز، انت اللي بتتكلم عنها اليوتيليتي توكنز، بمعنى انه هذه الكوينز او هذه التوكنز لوظيفه محدده. نعم. خليني اعطيك مثال، مثلا الان سوفت بانك قال انه في حلول 2025 سيكون هنالك حوالي تريليون ديفايسز او جهاز، هذه الاجهزه هنالك عمله محدده تخدم ما يسمى بانترنت الاشياء. نعم. الاي او تي. صحيح. هذه عملة لها وظيفة محددة، مثلا هنالك وظائف محددة تتعلق ب الان هنالك ما يسمى بالكلاود، الكلاود ستوريج، هنالك عملات محددة الان تخدم فقط انك تستطيع ان تؤجر مساحة الديسكتوب اللي عندك لشخص اخر موجود في مكان اخر ويدفع لك بعملة اسمها ساي كوين مثلا. نعم. هذه خصها بس في الحوسبة الرقمية بتكون. نعم. السحابات الرقمية. هي يعني توكنز له وظيفة محددة. نعم.
وهذا جانب. الجانب الثاني العملات الثانية، هنالك عملات مثلا تستخدم في المعاملات المالية، ومثلا لأنها تقوم بإجراء عمليات كثيرة جدا في الثانية، منها مثلا اللايت كوين والبيتكوين كاش. البيتكوين مثلا الإيثيريوم عملة يعني وظيفتها إنها تطلق عملات ثانية وهي تطبيقات لا مركزية، فبالتالي وظائف العملات مختلفة بنوع الوظيفة التي تؤديها هذه العملة. أنا بالعودة للسؤال بمسألة الشرعية والاستخدام غير الآمن، أنا أقول إن العملات المشفرة عمرها 9 سنوات. نعم. قبل 9 سنوات كانت هنالك جريمة وكان في غسيل أموال وكانت كل هذه المصائب تحصل بالنظام القديم، فلا يمكن أو لا يجوز أن نقول إنه كل هذه الجرائم الآن فقط هي تتم بالعملات المشفرة. فلذلك أنا أقول إنه أينما وجد المال وجدت الجريمة. دور السلطات هي في منع الناس من الاستخدام غير الآمن والاستخدام غير المشروع لهذه الأدوات الجديدة. يعني الملخص اللي تقول أستاذي إن العملة موجودة بس أنت وين تتداول في العملة أو كيف أنت تودي العملة لوين؟ بس أنت مثل ما أسلفت قبل شوي أن هذه التوكنز أو العمل اللي محددة الوظائف هل هي موجودة الآن ولا بتطرح في المستقبل؟ لا موجودة الآن. موجودة الآن. موجودة الآن. فأنت إذا تتداول في هذه العملة عارف نفسك فلوسك وين تروح قصدك؟ نعم يعني أنت مثلاً شوف الـ IoT كنظام الآن. نعم. يعني العالم كله بعد 5 سنوات سوف يتحرك نحو الـ IoT. حياتنا كلها ستكون عبارة عن ديفايسز والإلكترونيكس. نعم. كيف يعني تتناغم هذه الأجهزة مع بعضها البعض؟ صحيح. محتاجة لي أسيتس تقوم بهذه الوظيفة. نعم. في نقطة مهمة جدا أستاذ نور، في إنه التكنولوجيا البلوكتشين نفسها أتت لكي تخلق لنا منصة لتبادل القيمة. هذه المنصة كانت غير موجودة في السابق، فلذلك يعني أيضا ضروري أن ننتبه إنه التكنولوجيا التي أتت بالبيتكوين الآن، مثلا سؤالك في موضوع حكومة دبي، حكومة دبي أطلقت الرؤية الرقمية لاعتماد البلوكتشين في الأنظمة الحكومية. الشيخ محمد بن راشد ذكر في إنه بعد 3 سنوات ستكون 50% من المعاملات الحكومية على منصة البلوكتشين. صحيح. فبالتالي هذه المنصة الأندرنايل تكنولوجي سوف تنقل العالم كما نقل الإنترنت التعامل والمعاملات قبل ظهوره أو بعد ظهوره. جميل. اسمح لي بس أوضح جزئية في ما يتعلق بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة في وقت من الأوقات ممكن تبقى بديل لأسواق الأسهم في الحصول على تمويل. الطبيعي أن دلوقتي أنا عايز أحصل على تمويل لمشروع معين، لازم بيبقى في أسواق الأسهم أو البورصات بيبقى فيه اشتراطات معينة من حيث وجود قوائم مالية، من حيث وجود كيان قانوني، من حيث ميزانية معلنة مثلا لمدة 2 سنين على الأقل. يعني في ضوابط أو قيود بتصعب عملية أن أنا أحصل على التمويل من خلال أسواق الأسهم، وده أمر ضروري مش هنختلف حواليه. بس في إطار توجه العالم نحو التحرر من القيود، بعض الأفكار ممكن يتم تمويلها من خلال العملات المشفرة، وده حصل في بعض العملات اللي اطرحت بالفعل. أن أنا عندي مشروع معين، مشروع صناعي، فكرة معينة، براءة اختراع، فأنا عايز تمويل. لو هروح للبنوك مش هيوفر لي التمويل. نعم. لو هروح للبورصات مش هيوفر لي التمويل. نعم. فالطريق الأمثل أن نطرح عملات مشفرة. ICO. نعم. بالضبط. ده بيفيد الطرفين، بيفيد اللي بيحط الأموال اللي بيبقى عنده العملة المشفرة سعرها بيتقلب أو بيتغير في السوق، بالإضافة للأصل اللي هو مقابل العملة ده، هو بيستفيد من تغير سعره او المبيعات بتاعت الشركه في حالة الشركه انتجت والفكره اثمرت. جميل. طيب انا برايحكم من الكلام شوي، بننتقل الحين نحن والمشاهدين عشان نشوف اراء الشارع، القسم الثاني من اراء الشارع عن البيتكوين والعمله الرقميه، ومكملين معكم مشاهدينا راجعين من بعد هذا التقرير، خلوكم معنا. مثلا حمايتها من خلال مثلا ارقام سريه او مثلا شفرات معينه، تشفير معين مثلا للبيتكوين دي. كل بيتكوين ليه كود معين. افتكرش ان هي يبقى لها تزوير، ليها علاقه بالبورصه بارقام واعداد، ملهاش تزوير. انا مش هشيلها في شنطتي عشان تتزور، ولا اروح افك بيتكوين ولا اخده معايا. مخترب بتاعها ما بعرف، هو لا مصدر مجهول، بس بالاغلب 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 للغرب. طالما مجهوله بضل عليها أسئلة كتير ما إلها إجابة عليها. قال أعمال مش أكتر. البورصة صاحب الفكرة، أو إن هو الناس اللي دعت إليها هي اللي أكيد ليها مصلحة إن هي تعمل عملة زي دي، عشان هي هيعود عليها من انتشارها أكيد في ربح، في نسبة ربح هتاخدها. Thank you.
واستمعنا وشفنا مشاهدينا الجزء الثاني من آراء الشارع العربي حول العملة الرقمية والتداول فيها. أساتذتي الأفاضل، إذا أسأل سؤال، إذا كيف نعرف اليوم شو هي المخاطر اللي جت مع التداول العملة الرقمية؟ المخاطر بتتمثل في إمكانية الاستيلاء على المحفظة. نعم. المخاطر بتتمثل في حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان معروف إن أحد الوسطاء بيتعامل في العملات المشفرة أو بيدير محفظة للعملاء بالعملات المشفرة، فيعني عرفوا المجرمين هناك أو العصابات عرفت إن الشخص ده عنده ثروة من العملات المشفرة، فهاجموا عليه بطريقة بسيطة جدا، أجبروه إن يحول المال لديه من عملات مشفرة لحساب آخر. فبالإضافة إن دلوقتي برامج الفدية في الهجمات الإلكترونية أصبحت العصابات المتخصصة في اللي بتعمل هاكرز على أجهزة الكمبيوتر بتطلب الفدية من طريق العملات المشفرة لأن يصعب تتبعها. الشخص نفسه بدأ يعني يطوروا حلول للمشكلة دي، يمكن في المحافظ المالية أنت بتقدر بتحتفظ بالمحفظة بتاعتك على فلاش ميموري أو جهاز معين يعني خارج، عشان ما يتمش اختراق المنصة وسرقة عملات، وده حصل في عدد من الدول إن مجموعة من الهاكرز دخلوا يمكن على في منصة شهيرة في اليابان حصل فيها عملية هاكينج وتم سرقة مبالغ كبيرة جدا خيالية من العملاء، وفي منصات أخرى تم اختراقها وسرقة حسابات من خلالها، لكن المنصة نفسها أعلنت عن تعويض أصحاب الحساب. الوجه الإيجابي اللي قلت أستاذ حسام إن أيضا البنوك ما زالت في يعني البنوك الورقية تسرق أيضا نفس الشيء، يعني هو بالحالتين في سرقة الفلوس. الجريمة موجودة. الجريمة موجودة موجودة. بس طيب، بس في يعني في سلطة ترجع لها، يعني في سلطة ترجع لها. يعني إذا الكريدت كارد تتسرق وأثبت أنه فرود ترجع لك. هو السؤال حقيقة يعني اللي يجب أن يسأل ويجاب عليه، ما شنو اللي أنا أقدر أسويه بالعملة الرقمية ما أقدر أسويه بالعملة التقليدية؟ يعني أنت إذا كنت رجل مطيع للقانون وما عندك كل هذه ما ذكرناه أنه احتمالات أن تستعمل العملة الرقمية، ما هو الشيء اللي أنا أسويه بالعملة الرقمية ما أقدر أسويه بالعملة الرسمية؟ لذلك أنا أعتقد أنه من غير ما هذه العملات يتم تبنيها من المؤسسات الكبيرة والحكومات صعب أنه تستمر من غير هذه المخاطر التي ذكرناها، عرضة للهاكينج، عرضة للابتزاز وما شابه هذا، لأن هي البنفت الوحيد أو الميزة الوحيدة هو إخفاء صاحب هذه النقود وكيف تحويلها من طرف لآخر. أنا إذا ما عندي مشكلة ليش أحول لك أو للأخوان هذه الفلوس، فهي والعملة التقليدية واحد بالنسبة لي. بعد الحلقة أنا عندي تعقيب يا أستاذ نور في مسألة ليش العملة هذه وهذه. نعم. لسبب رئيسي جدا، إذا أخذنا الدولار الأمريكي 1 دولار في 1959، نعم، والآن القوة الشرائية لهذا الواحد دولار نزلت من 1 دولار ل 12 سنت، فبالتالي هنالك مخاطر في الاحتفاظ بهذه العملات. العملات الورقية هي عملات تسمى inflationary يعني fiat currency، هذا الأمر غير موجود في العملات المشفرة. العملات المشفرة أنت هي deflationary، بمعنى أن القيمة لها تزيد مع مرور الزمن، بينما هنالك دروب كبير. في نقطة مهمة جدا في مسألة يعني الجولد ستاندر أو ما يسمى بأنه الدولة تطرح أو تطبع عملات ما يعادلها ذهب، لا بد أن الناس تفهم أنه الآن 96% من الدولار المطروح الآن غير مغطى بأي شيء، لا يوجد ذهب يوازي هذه الكتلة النقدية الكبيرة، فبالتالي هذا المعيار نفسه معيار القيمة الذي يغطى بالذهب غير موجود في أغلب العملات الورقية، فبالتالي العملات المشفرة هي أتت لتحيل هذه المشكلة. بالنسبة للسيكوريتي، أنا نعم، واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن ينتبه إليها كل من يعمل أو يتعامل بالعملات المشفرة مسألة السيكوريتي في نقل هذه العملة من محفظة إلى محفظة. هنالك بعض الفيروسات تقوم بتغيير العنوان نفسه أثناء عملية النقل، فبالتالي هنالك بعض المشاكل المتعلقة بالسيكوريتي كما يحدث في كثير من الأدوات اللي هي اسمها الديجيتال أسيتس. نعم. فبالتالي هذه مخاطر موجودة مع الإنترنت. جميل. أنت تحت الهواء خبرتني أستاذ عبد العظيم أنك أنت تتداول في البيتكوين، وأيضا أستاذ علي أنك كان عندك أنت تجربة في البيتكوين. هل أنت كمتداول اليوم في البيتكوين تنصح صرت أقربائك أو الناس الأشخاص العاديين أم يتداولون في هذه خلينا نقول العملة الرقمية لأنها سائدة ولا لأنها أكثر إدرارا للمال مثل ما قلت أستاذ علي أن هي ربح سريع جدا؟ ولا أنا من وجهة نظري أنه أنا أرى أنه هذا هو المستقبل. هذا هو المستقبل. نعم. ولكن أيضا يجب أن ننتبه أنه مرورا إلى أن تتسيد هذه التكنولوجيا
ستأخذ وقتا، وهذا الوقت سوف نشهد تذبذبات كبيرة. فبالتالي الشخص الذي لا يتحمل هذا التذبذب العالي في حركة السعر سوف لن يستحمل الاحتفاظ بهذه العملات. فبالتالي الآن نحن مشكلتنا الكبيرة هي أن الناس تنظر إلى تذبذب الأسعار ولا تنظر إلى القيمة. القيمة قيمة كبيرة جدا وتتحرك بسرعة هائلة جدا. أنا من وجهة نظري أنه هذا هو المستقبل، ربما يأخذ وقتا حتى يعني تتهيئ المؤسسات، لأنه كما نعلم أنه يعني التكنولوجيا عندما تأتي وتغير لا تستأذن وتتحرك بسرعة لتغير. صحيح، بشكل جدا نعم. سريع. طيب، وأيضا المقابلة خلصت بشكل جدا سريع. أشكركم أستاذ علي، أستاذ حسام، أستاذ عبد العظيم لوجودكم معنا اليوم في دردشتاق وتوضيح الكثير من الأمور اللي غائبة عن طبعا ذاكرة المشاهد، أو أمور قد ممكن يعرفها في المستقبل القريب، بس أنتم بسطوها بشكل جدا جميل. مشاهدينا، نحن أيضا بننتقل معكم لفاصل إعلاني قصير جدا، ومن بعد لنا عودة مع الأكثر تداولا مع لارا. خلوكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. الآن إلى الأخبار الأسبوعية الأكثر تداولاً مع لارا مرة ثانية. مرحبا نور مرة ثانية، ومرحبا بكل المتابعين. الشأن السوري سيطر على كافة المنصات الاجتماعية وعلى كافة المنصات الإخبارية أيضا، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا صباح يوم السبت، إذ انتشرت عبر موقع تويتر هاشتاغات عدة للحديث عن آخر التطورات المدنية والسياسية. ورد الحديث عن الضربات في أكثر من 3 ملايين تغريدة حول العالم، وكان هاشتاغ أمريكا تضرب الأسد من بين الأكثر انتشارا، وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض للضربات، حيث تحدث البعض عن أهمية العمليات العسكرية لمنع حدوث أي هجوم كيماوي في المستقبل. وتأتي هذه الضربات مشاهدين في أعقاب الهجوم الكيماوي الأخير الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق. هذا الهجوم راح ضحيته العشرات وفقا لمصادر المعارضة التي وثقت الحدث بتسجيلات فيديو تم بثها على المنصات الاجتماعية، فأثارت زوبعة كبيرة من الاستهجان والاستنكار. وأطلق النشطاء عدة هاشتاغات تواكب الحدث منذ بدايته، مثل دوما تختنق والأسد يقصف دوما بالكيماوي. من جهة أخرى، رأى مغردون أن الانتصارات المتتالية التي حققها النظام السوري تدحض التهم الموجهة له، مضيفين أن أطرافاً في النزاع تحاول خلق التوازن ليخدمها في أي جولة جديدة من المفاوضات، وغردوا ضمن هاشتاغ فبركة جديدة. يعني لارا، في هذه الحالة دائماً نتمنى السلامة للمدنيين اللي هم الأكثر عرضة للإصابة في هذه الأنواع من القصف، سواء كانت عشوائية أو مستهدفة لأماكن معينة. وإلى لبنان التي دار النقاش فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم على ما وصفوه المغردون بالتوتر السياسي الدولي ومدى انعكاسه على الإقليم السياسي في الدولة. ناقش المغردون نظرياتهم وتوقعاتهم عن الخطوة المقبلة في المنطقة عبر هاشتاغ إذا وقعت الحرب، الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في لبنان. وانقسمت الآراء ضمن هذه الهاشتاغ بين من توقع انعكاسا سلبيا للتصعيد في سوريا على الدولة المجاورة، وبين من تخوف من أي مواجهة بين أمريكا وروسيا في ظل التوتر بين ممثلي الدولتين في اجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وغرد البعض بسخرية فاستخدموا عبارة الخرزة الزرقاء من حملة تيار المستقبل الانتخابية للقول إن الخرزة الزرقاء ستحميهم. يمكن لارا، الشعب اللبناني هو أكثر شعب عربي تعرض إلى تزعزعات أمنية، خلينا نقول، وكان في عندهم صراعات أمنية ووضع غير مستقر في البلد، فلهذا مشاهدينا نجدهم أن ينكتون على أي وضع صار مثلا حرب أو ما شابه، فتعودوا مثل ما نقول نحن لارا. ومن طبول الحرب إلى الكارثة الإنسانية التي وقعت في الجزائر والتي نعاها مغردو شمال إفريقيا، ونعوا ضحايا الكارثة الجوية التي وقعت فيها والتي أدت إلى مقتل 257 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك الجوية. سيطر الخبر على فيسبوك وتويتر في المغرب العربي ليتصدر هاشتاغ الطائرة العسكرية لوائح الأوسمة الأكثر تداولا في تونس، الجزائر والمغرب. وواجه المغردون الكارثة بتداول صور للضحايا ومقاطع مسجلة لمقابلات مع عائلاتهم، أبرزها مقابلة مع خطيبة أحد الضحايا وقولها إنه شعر بأنه لن يعود من الرحلة. علت الأصوات التونسية على الهاشتاغ مؤكدة على تضامن الشعب التونسي مع الجزائريين في ظل الكارثة،
وتداول المغردون بشكل واسع صورة جمعت بين علمي تونس والجزائر في إشارة إلى التكافل الكامل بين الدولتين. اللهم ارحم أكيد لار أرواح كل الضحايا، ضحايا هذه الطائرة. فعلا شهدنا خلال اليومين الماضيين الكثير من أيضا السليبرتيز أو خلينا نقول مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي من الجزائريين والتونسيين والمغربيين يترحمون على أرواح الضحايا، وأيضا إحدى الإعلاميات الجزائرية خسرت والدتها، الرحمة على روحها أكيد. الله يرحمهم. إلى السعودية، حيث كشفت صحيفة سبق السعودية عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه المملكة. ومن المخطط أن يفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية ويحولها إلى جزيرة. وأضافت سبق أنه من المقرر أن يمول المشروع جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، فيما ستتولى شركات مصرية مهام حفر القناة المائية. وبحسب الخبراء أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية. وبعد انتشار هذه المعلومات، أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ قاعدة عسكرية سعودية في سلوى، والذي حصد آلاف التغريدات المؤيدة لهذه الخطوة. أنتقل إلى خبر التالي، والذي هز موقع فيسبوك في مصر بمقطع مصور لمشهد ذبح في مدرسة خلال احتفال نظمته مدرسة في محافظة الدقهلية بمناسبة يوم اليتيم. خلال احتفال مشاهدين بيوم اليتيم، قدم الساحر مشهد ذبح تمثيلي، إذ ظهر وهو يمسك بيده السكين ويضعها على رقبة أحد الحاضرين ليقطعها. هذا المقطع فجر موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد مغردون بتقديم مثل هذا المشهد الدموي واعتبروه ترويجا لثقافة العنف. ومن جانبها، وزارة التربية فتحت تحقيق في الواقعة واستبعدت مدير المدرسة أيضا. آخر خبر مع اليوم هو الذي أثار انتباه قراء الشبكة العنكبوتية، والمتعلق بولادة طفل بعد 4 سنوات من وفاة والديه. كيف ولد هذا الطفل بعد وفاة والديه؟ الخبر يقول أن هذا الطفل ولد من أم بديلة بعد 4 سنوات من وفاة والديه في حادث سيارة. وكان الوالدان جمدا عدة أجنة على أمل إنجاب طفل خلال عملية تلقيح صناعي في المستقبل، لكن وبعد وقوع الحادثة خاض والدا الزوجين الراحلين معركة قضائية طويلة جدا ليسمح لهما باستخدام الأجنة المجمدة. طبعا مشاهدينا، عدم وجود سابقة لهذا النوع من القضايا أرغم والدي الزوجين على خوض معركة قضائية مريرة قبل السماح لهما بإمكانية استخدام الأجنة. الوالدين صرحا أنهما يشعران بسعادة عارمة لاستمرار سلالتهما. هاي كانت أخباري لليلة، عودي لعندك يا نور، وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة. شكرا لارا. مشاهدينا، دردشتنا تستمر معكم الأسبوع القادم مع موضوع جديد. إلى أن ألقاكم، نقول لكم إلى اللقاء، نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.